الموقف الأول أبو بكر باكيا، تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبا بكر فتقول: كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسيف. وفي رواية: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. الحديث رواه البخاري. الموقف الثاني: أبو بكر باكيا، سمع أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا إلا لك يا رسول الله. الحديث رواه أحمد. الموقف الثالث: أبو بكر باكيا، في أول بعثته صلى الله عليه وسلم بمكة، وذهب إليه جمع من مشركي مكة وأحاطوا به وقالوا: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من شتم آلهتهم ودينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. فأخذ رجل منهم بمجمع رداء النبي، فقام أبو بكر يبكي دونه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، انصرفوا عنه. الحديث روي في الدلائل لأبي نعيم. الموقف الرابع: أبو بكر باكيا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا من بكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. الحديث رواه البخاري. الموقف الخامس: أبو بكر باكيا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة، فتيمم النبي أي قصده وهو مسجى ببرد حبرة، والحبرة ثوب أو برد من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن. فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. الحديث رواه البخاري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.